نهنيوه وان شاء الله الشعب الجزائري ان شاء الله نتمنوا له غير الصحه والعافيه، وان شاء الله نستناو فكاش الاخر هاد لي زيليكسيون هاد ان شاء الله يطيحوا في بريزيدون ان شاء الله يكون اونيت، والشعب الجزائري ان شاء الله كاع يوقف معاه ان شاء الله، وهذا اللي نتمناو للشعب الجزائري، هذا انا رانا نستناو فيها افيك امباسيونس. العدد جينيرالمون نديرو تشختوخه، حنا جوستومون رانا كوموندينا على وحده بويسك المدام اوكيبي تخدم، ومن حنا رانا كوموندينا على وحده جوستومون دوك نروحو ريكوبيريو تشختوخه هذه والعشيه ان شاء الله رايحين نفيتيو. كما يقولوا عيد سعيد لكل الشعب الجزائري والشعوب المسلمه. عام سعيد وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركه ان شاء الله. اولا نحب نهنئ جميع الشعب الجزائري بهذا العام الجديد، نقول لكم صحة عيدكم وكل عام والامه الجزائريه والامه الاسلاميه بخير. فوالا وليكم انتم الاعلاميين. احنا في العادات تاعنا يعني عندنا تختوخه، عندنا رشته، عندنا طعام، يعني كل واحد والعادات تاعو على حسب المنطقه اللي يعني اللي ينتمي ليها. والله هي في الحقيقه للمسلم عيدان، عيد الاضحى وعيد الفطر. اما باعتبار هذه الاعياد فمجرد اعياد دينيه فقط. بو السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشوفوا هذا هجره النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه، هو يعني عاده يعني عاده يعني تولي العلولاف عند المسلمين، عند المسلمين كافه تسمى عامه، وحاجه مليحه لنا نتفكروا فيها يعني بزاف فايس اللي دارهم النبي عليه الصلاه والسلام، باش يعني ولا استبد الامن القومي في الامه الاسلاميه كامل، وانتشار الاسلام عبر العالم، وانتشار الفكر الاسلامي يعني المعتدل، يعني وين تكون فيه وين يكون فيه المساواه والعدل والاخاء، يعني تكون فيها كامل يعني صفات الاخوه عند المسلمين. اسمها هذا محرم دائما يذكرنا بالاخوه عند المسلمين، اخوه ويعني الظروف اللي قصها يعني النبي عليه الصلاه والسلام باش نشر رساله ونشر الاسلام اللي هو دوكا الحمد لله عبر العالم. بون كما حنا جزائريين عندنا تقاليد وعندنا اعراف نقوموا بها، هي نقوموا اللي يديروا طعام باللحم، نديروا رشته، نديروا يعني امور تقليديه اللي تترمز بالتراث ديالنا. بمناسبة السنة الهجرية أعادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات، أتمنى من الله العلي القدير أن يبارك في هذا الشعب، في هذه الدولة أرضا وشعبا. في اليمن في بداية السنة الهجرية كيما هنا يعني كيما الجزائر عطلة تكون فاكونس كيما تقولوا أنتم، كما نقول لك يستقبلوها بالطاعات. ان شاء الله هذه السنه الهجريه ان شاء الله تدخل للشعب الجزائري بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نكون عندنا رئيس ان شاء الله في البلاد، وان شاء الله نكونوا مهنيين، ان شاء الله الاقتصاد الجزائري ان شاء الله يولي بخير وعلى خير. وبالمناسبه تاع دخول السنه الهجريه هذه نقدم تحياتي للعائله حمور والعائله الطهراوي وكل الناس بوفاريك وخاصة الناس سيدي عايد. وشي أهم عادات تديروها في النهار؟ ما باينة رشتة بالجاج، حنا عندنا رشتة بالجاج، رشتة بالجاج، أنا البارح ضربت رشتة بالجاج مع ولادي. نقول له كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هذه سنة خير للشعب الجزائري، وإن شاء الله يحفظ لنا بلادنا، وكل عام والأمة الإسلامية بخير، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. وشي أهم العادات اللي نديروها في اول محرم هي نذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكروا السنه تاعو، وان شاء الله نقتديو به ان شاء الله الى يوم الدين ان شاء الله. يديروا هذيك الرشته ويكحلوا عينيهم، وناس يديروا حلويات هذوما حاجه حلوه في الدار، ويديروا فيهم فاميليا بيناتهم وقصروا، وهذه هي الحكايه فهمت، وناس تحب بعضاهم ولازم يولوا كيما بكري، ماشي يبدو كيما دوكا من الناس فارق منا، لازم يولوا كيما زمان يجوا فاميليات يقصروا ويضحكوا منا، ويحبوا هاد العباد دا صغار يعطوهم يفرحوهم فهمت. هذه حكايه. اول حاجه نهني الشعب الجزائري باكمله على السنه الهجريه تاع الاصاليه تاعنا وتاع ديننا وتاع تراثنا، ونتمنى لهم الخير والهنا والصحة الدائمة والعافية والانتصار مع الازدهار إن شاء الله. العادات
العادة على كل حال يديروا العادات مختلفة. يعني حاش العادات يعني بصراحة كل كاين يعني كاين فرق بين الناس والناس. علاش كاين اللي يديروا العادات الحقانية تسمى تاع وقت ساداتنا وعلى راسهم الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى، وكاين اللي يعني يديروا حاجات اخرين سمحهم الله على كل حال. خاطر العادات تاعنا ماشي تاعنا الحقيقية، ويعني انا ما نعرفش حاجة كبيرة، بصح على كل حال كما متعلمت شوية من الوالدين خاطر لحقت عليهم. سنة هجرية نتمنوا الشعب الجزائري إن شاء الله تفوت بصحة ولهنا، نتمنوا الخير للبلاد إن شاء الله تسقم البلاد. واش نقول لهم؟ نهنيهم تفاصل السنة تاعنا هذه، وعلى بالك حنا نفرحوا بالعادات هذا تاعنا العام هذا تاع المحرم، ونطيبوا نديروا تختوخة. كاين اللي يدير طعام، كاين اللي يدير الرشتة، كاين بصح حنا كثرتها نديروا تختوخة. عادتنا تاعنا نديروا تختوخة ونفرحوا الزراري في الليل، نديروا لاتاي نسهروا نفرحوا ونديروا لهم الحنة للدراري. عام سعيد وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة ان شاء الله. الأصالية نتاع ديننا منهم الصلاة والصدقة وسمعت يعني والخيرات هكذا معروفين اللي يجوزوا يكونوا مقبولين. واخرين على بالك يخلطوا، كاين اللي يخلطوه بالطيابات سمعت، وهذا الشيء كاع خاطي من يعني على حسب رم صفار ربيع الاول ربيع الثاني جمد الاول جمد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه، هادو 12 شهر اللي لازم يعرفهم. زعما كيكون يقولوا الناس واش انا درت اليوم، يقولوا رانا اليوم واحد ذو محرم الموافق لي ذو الميلاديه، دوك ماشي يقولوها. كاين دوك كيما يقولوا على 10 ايام 6 ايام 11 يوم 12 يوم تقسينا تقولوا شحال انا في جهه ما على بالهمش، دوك حنا مسلمين هذه هي للاسف. فرحين وديما ان شاء الله حنا العياد تاعنا ان شاء الله كل يوم ماشي غير في المناسبات هذويا، ان شاء الله كل يوم ان شاء الله فرحانين، هذه اللي نطلب الاخر. واش يقولوا ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون تسقم بلادنا وتكون مليحه، ويجينا رئيس يكون صالح